المرأة التي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف القراءة كيف تصلي؟ تتعلم إذا أمكن، تتعلم الفاتحة وتعلم الأذكار الواجبة في الصلاة إذا أمكن، وإذا لم يمكن وحان الوقت إنها تصلي على حسب حالها، ولو لم تعرف شيئا من القرآن تصلي وتأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم إن كان معك شيء من القرآن فاقرأ، وإلا فسبح الله وهلله وكبره ثم اركع، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. لا يترك الصلاة أبدا، لكن يصلي على حسب حاله. نعم.